أوقات دوامنا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء، ومستمرين بالدوام طيلة أيام الأسبوع، الجمعة والسبت من ضمن الدوام. ناس أغلبية حاليا مناطقنا بالنسبة للشفاء أغلبها حدثت، مستمرين بالتحديث عنها، يعني خارج مناطق الشفاء ما شرط إلا بالشفاء، عندنا فرق جوارة تعمل الصباحي والمسائي داخل الشفاء خارج الشفاء بالمراكز البقية بأي مركز نشتغل احنا. بالنسبة للنقل أكثر شيء يجيكم ايش؟ تحديث ونقل؟ تحديث وأغلب شيء نقل عندنا. نقل من مركز لمركز. النقل ضروري يروح على المركز ماله ولا بأي مركز؟ لا ما شرط، يعني النقل بالنسبة للنقل أي مواطن أي مركز قريب عليه يروح ينقل يمه. ما شرط إلا المركز اللي هو تابع به. المستمسكات المطلوبة؟ المستمسكات المطلوبة مربع ذهبي. نعم. والنقل المطلوب البطاقة البايومترية وياه. هاي العملية ايش قد تأخرت؟ يعني ما تأخر عندنا، احنا بالنسبة للإجراءات ما مستمرين بها إلى 7/8 توقف تحديث سجل الناخبين. إلى 7/8؟ إلى 7/8 تحديث سجل الناخبين يتوقف. لهذا ندعو المواطنين بإسراع بالمراجعة على مراكز القريبة عليهم للتحديث أو النقل، يعني بعد هاي الفترة ما راح يبقى لا تحديث ولا نقل. عندي تحديث ونقل. تحديث ونقل؟ إيه. من وين بوين؟ من مدرسة اليقظة إلى حي ثورة ومدرسة سيناء. انت والعائله لوحدك؟ انا والعائله ان شاء الله. المستمسكات اللي جبتها معك؟ المربع الذهبي والمستمسكات الاصليه الثبوتيه. كيف استقبال الموظفين؟ جيد جدا ما شاء الله.